ان ابنك بيشرب مخدرات، ايه هيبقى تصرفه؟ طبعا هقعد اتكلم معاه وافهم منه هو بيعمل ايه، افهمه الصح من الغلط. دي حاجة بسيطة، دي تجربة الشباب كلها بتعيشها اليومين دول، ولازم ان احنا نوعيهم على حاجة زي كده. والمدرسة اساسي برضه ليها دور على الموضوع ده. يعني شايف الموضوع المخدرات بتاع الشباب ده عادي؟ لا مش عادي، هو في الوقت الحالي موجود للشباب معظمها كده. والله يعني الموضوع ده بقى منتشر جدا وبقت حاجة مصيبة يعني حلت على البلد في حتة المخدرات دي. فلازم يعني يكون في شدية وفي رقابة وفي كل حاجة بالنسبة للشباب، لكن الشباب كده بقى سايب بطريقة يعني حتى يعني زي ما فيش رقابة عليه خالص، عشوائي، وبقت المخدرات في كل حتة. شباب النهاردة الشاب سنة 40 سنة أو 45 سنة مش متجوز هيعمل إيه؟ ما هو لازم يشرب مخدرات، نشرب مع بعضينا، ما هي كده كده خربانة. هل هتعالجه وتوديه المستشفى ولا هتسافر من كلام الجسم؟ والله لو محتاج حاجه زي كده طبعا مش هتقصر، يعني طبعا هنحاول نعالجه باي شكل من الاشكال. السبب الباشر ورانا اما صديق السوء او انحرافه هو بطريقه معينه بنشرب شيشه. هبدا الاول بالتقويم والنصائح، ثم بعد ذلك هتجه للدكتور المعالج إن كان يسمى مصحة نفسية أو معالج بدون ما أحرجه وأجرح شعوره. فهم الله و يعني أتعامل معهم عملاء غير قاسية وغير ما تجعله من العيب عندي فيه وعلم. مش هتعجبه؟ لا لأن أكيد العيب مش هتعجبه. ما العيب؟ العيب فينا إحنا كأهل إن إحنا اللي خليناه يلجأ لده. شوف هو ادمن يعني انا السبب ولا ابوه ولا المجتمع ولا ايه؟ هحاول ان انا مش هسيبه كده يعني. لازم انا لازم ادني وراه لما اعالجه، ما اسيبوش اقعد اتفرج عليه. لا مش هعاقبه، لازم هسايسه في الاول برضه عشان يعني يأملني. يعني احنا نوبيين الحمد لله الظاهره دي عندنا ما موجوده، بس لو موجوده اضطر اعالجه ومصحح. مش هتعجبه؟ ها؟ عقاب بعدين، بس الأول العلاج، إنقاذ ما يمكن إنقاذ. هتعجبه إزاي؟ فاهم عدم المصروف والمراقبة تشد عليه. لا لا أنا أبوك ولا أنت ابني. فاهم عليا؟ وعاقبه معاقبه ها؟ عم عصام ده يعني معاقبه إيش؟ خبيثة. أنصحه إنه يخاف على مستقبله. بس طبعا هتبقى صدمة ليا أكيد يعني. صدمة بس مش هتتصرف، مش هتعمل أي حاجة؟ لا هتصرف طبعا، عنده هتكلم معاه حاجة. لا مش هعرفه، لازم أعمله بقى بالحصة وأشوف إيه اللي تعبه وإيه اللي وصله المشكلة دي. ولو رجع للطريق ده تاني تقف برضه جنبه؟ هحاول.